وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملوا عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. على امتداد الوطن السليب، مساء الخير من وطن يا وطن. وإلى أمهاتنا وأمهات الأسرى والشهداء، مساء الخير من وطن. جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن، فأهلا بكم. في الإعداد والتقديم أحييكم لؤي وزوز، في الهندسة عبد الله الخطيب، وفي الإخراج أمجد العربيد. إلى العناوين لهذا اليوم. لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال بعض المرشحين. مئات المهاجرين اليهود الجدد يصلون دولة الاحتلال من أوكرانيا. مخابز بيت لحم تقرر رفع كيلو الخبز إلى 5 شواكل بسبب عدم التزام تجار الطحين بالسعر المقر من الحكومة. وفاة طفل دهسا بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. رئيس الوزراء يقول إنه يتابع تطبيق القرارات الهادفة لدعم سلة المستهلك الغذائية. وإلى تفاصيل النشرة الإخبارية. قال رئيس الوزراء محمد شتية إنه يتابع عن كثب تطبيق القرارات الهادفة إلى دعم سلة المستهلك الغذائية والتي دخلت حيز التنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته باجتماع مجلس الوزراء اليوم حرص الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين وخصوصا الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وما يحصل في العالم من ارتفاع على الأسعار وأزمة التوريد أكبر من طاقتنا وأكبر من طاقة كثير من البلدان وفقا لمقال. وجه شتيا تحيته لموقف دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مقترح ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين بالشروط، شاكرا إياه وأيضا مؤكدا على استمرار دعمه السياسي والمالي لفلسطين. أدانت لجنة الانتخابات المركزية قيام سلطات الاحتلال باعتقال عدد من المرشحين للانتخابات المحلية بينهم رؤساء قوائم انتخابية. قالت اللجنة في بيان صحفي إنها تعتبر ذلك تدخلا سافرا في سير الانتخابات وخرقا للحريات والممارسة الديمقراطية. تفاصيل أكثر ينضم إلينا المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية السيد فريد طعملة، يسعد أوقاتك. يا أهلا فيك، مساء الخير. أهلا بك. يعني بداية، كيف يؤثر اعتقال عدد من المرشحين وأيضا رؤساء القوائم على سير العملية الانتخابية؟ يعني صراحة احنا اعتدنا خلال السنوات الماضية كل الانتخابات المحلية وحتى لما كنا بنحضر الانتخابات التشريعية، يعني لاحظنا انه سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال مرشحين واعتقال يعني بعض القيادات السياسية في أثناء العملية الانتخابية. احنا يعني نشوف هذا الموضوع بشكل عام هو مرفوض الاعتقال يعني السياسي للناس بغض النظر كانت انتخابات ولا لا، ولكن إجراء هذا الموضوع يعني إجراء الاعتقالات لمرشحين أثناء العملية الانتخابية يعتبر تدخل مباشر يعني وسلبي في مجريات العملية الانتخابية، ويعتبر يعني ضرب للعملية الديمقراطية، لأنه إذا السلطات الاحتلال تعتقل المرشحين هي تريد التأثير على نتيجة الانتخابات، وسواء بشكل إيجابي تأثر أو بشكل سلبي، ولكن تؤثر، وهذا يعتبر تدخل في مجريات العملية الانتخابية. وفي بعض الأحيان كانوا بيعتقلوا كمان بعض الممثلين للقوائم، مناصرين يعني مرشحين قوائم مناصرين حتى يعني ناس سياسيين، وهذا احنا بنرفضه بجملة وتفصيلا. ونتمنى انه المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية يعني تتوقف هالموضوع أو تحاول تضغط باتجاه وقفه. احنا بنعرف انه الاحتلال دائما بيعتقل يعني الفلسطينيين، وهذا مدان ومرفوض، ولكن اثناء العملية الانتخابية هو ايضا ليس فقط يعني يعني خرق للقوانين الدولية والحريات الشخصية، وإنما تدخل في العملية الانتخابية أيضا. كم يعني وصل عدد المرشحين المعتقلين في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية؟ احنا اللي بنعرفهم هم ثلاث مرشحين حتى اللحظة اللي يعني اللي تبلغنا عنهم بشكل رسمي، ولكن ربما هناك آخرين احنا لم نبلغ عنهم، يعني ما سمعنا فيهم. ولكن واضح انه سلطات الاحتلال يعني ماضي في هذا السياسي، وكما قلت لك هذا مرفوض ومدان من كلجنة انتخابات، سيما انه اثناء العملية الانتخابية. نعم، ما الإجراءات التي تقوم بها يعني لجنة الانتخابات المركزية في هذا الصدد؟ يعني احنا صراحة يعني عندنا كثير ادوات نقوم فيها كلجنة انتخابات عشان ما ندعي انه نستطيع وقف هذا السياسي او عاقلتها، ولكن احنا يعني طلبنا من المؤسسات الحقوقية ومن الدول الأجنبية إنه تحاول تضغط على إسرائيل على الأقل أثناء الانتخابات إنه ما يتدخلوا في العملية، سيما أنا أتذكر في الانتخابات في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية سلطات الاحتلال أعلنت يعني إنه لن تدخل المدن أثناء الانتخابات، وادعت إنه يعني تريد أن يعني تسهل العملية الانتخابية ولا تتدخل فيها، بينما هذه السياسة هي تبين عكس ذلك، يعني هم لا يدخلوا المدن ولكن يعتقلوا الناس يعني المرشحين، وهذا يعني واضح. إحنا يعني سنة 2012 و2017 أيضا الاحتلال كان بيعتقل المرشحين، والسنة الماضية أثناء الانتخابات العامة عندما كنا نحضر للانتخابات التشريعية
وصار في عندنا ترشح يعني مرشحين وقوائم. نعم. ايضا عمدت سلطات الاحتلال لاعتقال بعض المرشحين اثناء العمليه الانتخابيه، واحيانا نعم. بعض النشطاء يعني تمنعهم من ممارسه الدعايه او العمل السياسي اثناء الانتخابات. في حال فوز رؤساء قوائم معتقلين او مرشحين معتقلين، يعني ما الذي يحدث بعد فوزهم في حال كانوا متواجدين في سجون الاحتلال؟ هلا شوف، احنا في لجنة الانتخابات في عنا قانون الانتخابات، احنا ما في عنا مشكلة، يعني احنا اللي بحكم عملنا قانون الانتخابات، ولكن بعد فوز المرشحين ودخولهم البلديين ينتهي عملنا وينتهي قانون الانتخابات وينطبق عليهم قانون الهيئات المحلية. هلا في قانون الانتخابات ما في عنا مشكلة انه كان في مرشح معتقل، بالعكس اصلا في كان بعض المرشحين مش اعتقلوا اثناء الانتخابات، يعني هم اصلا معتقلين اثناء العملية الانتخابية، يعني ما عندنا مشكلة إحنا ولا قانونيا في مشكلة إذا كان في مرشح معتقل من حيث الترشح، أنا بحكي قانونيا. ولكن عندما بيدخلوا البلدية يعني بصيروا أعضاء في البلدية ينتهي عمل اللجنة، إحنا بنسلم وزارة الحكم المحلي أسماء الفائزين، هلا بعدها بنطبق عليهم في قوانين أخرى، قوانين الحكم المحلي اللي هو يعتبر اسمه قانون الهيئات المحلية الفلسطيني. ما بعرف شو بيعملوا في حالة الاعتقال، أظن بخلي بضل المقعد شاغر لحد ما يطلع المعتقل أو ربما يستبدلوا اللي بعده. إحنا هلا بعيدا عن الاعتقال، في حالة الوفاة مثلا أو الاستقالة أي مرشح يأتي الذي بعده، يعني بيجي اللي بعده مباشرة في القائمة حسب يعني كيف القائمة مرتبة مرشحينها. ولكن في موضوع الاعتقال لأنه مؤقت بدخل، يعني يعني هو بيطلع من بلدية بروح على السجن بيرجع كمان مرة، لا أعرف بالضبط صراحة كيف تتعامل وزارة الحكم المحلي في هذا الموضوع. الاختصاص وزارة الحكم المحلي نعم، المنطق يقول أنه إذا كان معتقل يعني معروف فترة غيابه بإمكان المجلس الانتظار، يعني أنه لو كان ناقص عضو لحين ما يرجع، لأنه مش مناسب أنه واحد يعتقل ويتم استبداله بس لأنه معتقل أو في داخل السجون، إلا إذا كان هو يريد ذلك وبموافقته وموافقة قائمته. ولكن كمان مرة هذا من اختصاص وزارة الحكم المحلي، ويعني هم الذين يجيبون على مثل هذا السؤال. هل هناك يعني تواصل مع المؤسسات الدولية، الاتحاد الأوروبي غيرها من الممثلين الدوليين يعني للضغط باتجاه هذا الموضوع؟ يعني احنا في كل لقاءاتنا كلجنة الانتخابات مع الوفود الأجنبي، واحنا عادة أثناء الانتخابات كثير نلتقي مع سفراء ومؤسسات دولية، نطرح موضوع تدخل الاحتلال ليس فقط في الاعتقالات، أيضا في عنا احنا مراكز اقتراع تقع في مناطق المسمى جيم وخلف الجدار، وحتى مدينة الخليل احنا نعرف كلنا مدينة الخليل H1 وH2 أكبر المدن الضفة الغربية، في جزء منها يعتبر يسموه H2 اللي هو تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وفي عنا هناك بس في الخليل مدينة الخليل لوحدها 12 مركز اقتراع، يعني تقريبا نحكي عن ربع او ثلث مراكز الاقتراع في المدينه هي في منطقه H2 اللي منطقه خاضعه مباشره لسلطات الاحتلال، وهي تحتاج الى تنسيق مباشر من اجل تامين العمليه الانتخابيه، يعني عشان يدخل الشرطه الفلسطينيه ويامنوا العمليه الانتخابيه، عشان ندخل صناديق الاقتراع احنا بحاجه الى تنسيق مع الجانب الاسرائيلي من خلال طبعا الجهات الحكوميه وليس نحن كلجنه انتخابات، نحن لا نتواصل مباشره مع الجانب الاسرائيلي وانما يتم ذلك من خلال الحكومه. وفي عندنا كثير مشاكل، يعني احيانا تمنع طواقمنا من الدخول، تعرقل يعني مثلا في بعض القرى اللي تقع خلف الجدار، احنا نحتاج نضطر الى ان نوظف طواقم اقتراع من نفس القريه حتى لو ما كانوا معهم شهادات جامعيه او ما كانوش احيانا من وزارة التربية والتعليم، بس لأنه ما بنقدر ندخل حدا مش من القرية لهذه المنطقة. فعندنا كثير صعوبات وإحنا دائما بنناقشها، وموضوع القدس طبعا، وموضوع القدس هو الموضوع الأبرز الذي يعني يعرقل سير العملية الانتخابية، ويعني يتنافى مع مبادئ الشرعية الدولية والديمقراطية، ونتواصل دائما، ولكن هذه مواضيع سياسية بصراحة أكبر من ليست اختصاص الانتخابات المركزية. يعني نتأمل يكون في حلول في يعني تدخل من الحكومة الفلسطينية مع العالم ومع المؤسسات الحقوقية الدولية لمعالجة هذه الأمور. شكرا جزيلا لك، المتحدث باسم الانتخابات المركزية لجنة الانتخابات المركزية السيد فريد طعمان، شكرا جزيلا. أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة عن وفاة طفل دهسا بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت المرور في تصريح مقتضب أن الطفل أحمد باسم أبو مسلم 4 سنوات من خان يونس توفي متأثرا بجراحه جراء دعسه من قبل مركبة في منطقة شارع القساطنة بمخيم خان يونس، حيث تم نقله للمستشفى بجروح خطيرة توفي على إثرها. وأضافت شرطة المرور إلى أنه تم توقيف سائق المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية. نال الأسير الشاب محمد جبارين 24 عاما حريته من سجن النقب الصحراوي، وذلك بعد قضاء أكثر من 4 سنوات داخل سجون الاحتلال، إذ كان قد اعتقل بتهم أمنية مختلفة. واستقبل عدد من الأهالي والأصدقاء الأسير المحرر أمام سجن كاتسيعوت في النقب تمهيدا لاستقباله والاحتفاء به في حي جبارين بمدينة أم الفحم. وكان الأسير جبارين قد اعتقل بعد اعتقال شقيقه مهدي جبارين البالغ من العمر 19 عاما الذي قضى 5 سنوات في سجون الاحتلال وتحرر في تموز في 2021. أعلنت سلطات الاحتلال وصول 273 مهاجرا يهوديا جديدا من أوكرانيا إلى الداخل، وقالت بأنه من المتوقع وصول 330، وأحصت وزارة الهجرة استقبال 5856 مهاجرا يهوديا جديدا من أوكرانيا والدول المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تفاصيل أكثر وكيف يؤثر ذلك ديموغرافيا على البلاد، ينضم إلينا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي السيد خلدون البرغوثي. يسعد أوقاتك. أهلاً وسهلاً بكم. أهلاً بك. يعني كيف يؤثر يعني هذه الهجرات المتزايدة من أوكرانيا على العامل الديموغرافي في الداخل؟ نعم، يعني الأساس للحركة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية هي هذا العامل الديموغرافي، الذي بناء عليه جرت أحداث النكبة والتصهير العرقي للفلسطينيين. الآن هذه فرصة جديدة بعد هجرة نحو 1,000,000 مستوطن أو يهودي من يهود الاتحاد السوفيتي قبل نحو 30 عاما، الآن تأتي هذه الفرصة لإسرائيل لاستقبال المزيد من المهاجرين اليهود إلى فلسطين التاريخية. قادت الحركة الاستيطانية في الضفة موجودون الآن على أو بعضهم موجود على الحدود الأوكرانية لاستقبال اليهود الذين يراد لهم أن يؤتى بهم إلى فلسطين من أجل وضعهم فيها كمستوطنين جدد. تحدثت عن أن نحو 5,000 من الذين وصلوا من اللاجئين بين قوسين من أوكرانيا هم يهود، وعلما أن مجموع من وصل من أوكرانيا نحو 12,000، أي أن نصفهم تقريبا جاءوا ليستوطنوا الأراضي الفلسطينية بصفتهم مهاجرين وليسوا لاجئين. ما الفرق بين تسميتهم بلاجئين وأيضا بتسميتهم مهاجرين، على الرغم من أنهم يعني جميعا الآن يأتون إلى البلاد يعني هربا من الحرب هناك بين روسيا وأوكرانيا؟ نعم، اللاجئ هو الذي لا ينطبق عليه قانون العودة الصهيوني. قانون العودة هو الذي يتيح لأي يهودي في العالم القدوم إلى فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية وأن يصبح مواطنا إسرائيليا. أما اللاجئين هم الذين من غير اليهود، سمحت إسرائيل لهم وبعنصرية كبيرة أيضا ضدهم، سمحت لمن له فقط أقارب من الأوكرانيين من اليهود الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هنا بالدخول ضمن أيضا شروط وصفت بأنها عنصرية، واضطرت إسرائيل إلى التخفيف منها، مثل كفالة بقيمة 10,000 شيكل على كل على المستضيف لأي أوكراني ليس يهودي. انتقدت إسرائيل بسبب ذلك. مع الانتقادات بقيت إسرائيل مصرة على وضع قيود لضبط عدد من يمكن أن يصل إلى
الأراضي المحتلة عام 48 من الأوكرانيين، لا يريدون عدد كبيرا من الأوكرانيين من غير اليهود، وفي الوقت نفسه فتحوا باب الهجرة لليهود من أصول أوكرانية. وبالمناسبة هناك أيضا هجرة من يهود روسيا الذين باتوا يضيقون من القوانين التي فرضها الكرملين في روسيا في ظل الحرب التي شنها على أوكرانيا. الأعداد أيضا كبيرة بالهجرات الروسية إلى هنا، قد يكون 40% من الذين وصلوا إلى إسرائيل بعد الأزمة من يهود روسيا، بمعنى أن هناك تحرك لدى يهود روسيا أو بعض يهود روسيا للهروب من الوضع المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا، بالطبع في النهاية كمستوطنين سيأتون إلى فلسطين المحتلة. نعم، يعني قبل أيام كان الحديث عن تخصيص مدينتين في النقب للمهاجرين أو اللاجئين من أوكرانيا إلى هنا، يعني ما التبعات لذلك؟ وهل هناك أيضا يعني تخصيص مناطق محددة كما تم الحديث عنه في النقب؟ يعني هناك كما يبدو حالة من الارتباك لدى الحكومة الإسرائيلية في قضية ترتيب استيعاب القادمين، سواء كانوا مهاجرين أو مهاجرين بمعنى يحملون أو هم يهود يريدون الحصول على الجنسية الإسرائيلية والاستيطان هنا، أو مهاجرين أوكرانيين فارين من الأزمة أو لاجئين عفوا أوكرانيين ففروا من الأزمة من أجل البحث عن ملجأ حتى تعود الأمور أو يعود الاستقرار إلى أوكرانيا. يبدو أن هناك فوضى، هناك إسرائيل ليست مستعدة مثلا بموازنة مالية لتوفير المساكن، هناك مساكن حكومية تعمل على توفيرها، مطلوب 3000 مسكن حاليا، تم توفير 400 فقط. هناك بحث عن أماكن، هناك دعوات من الحكومة الإسرائيلية للإسرائيليين لاستضافة الأوكرانيين بغض النظر سواء كانوا يهود أم لا في منازلهم من أجل التخفيف عن الحكومة ولإعطائها مجال لاستيعابهم. وزارة الهجرة، ما تسمى وزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل أيضا، تتولى هذه المهمة وتنظم أمور الهجرة من أوكرانيا إلى هنا، وتعمل على توفير، تجتهد لتعمل على توفير المساكن ومصادر التمويل لمعيشة هؤلاء. يعني القضية جاءت مربكة وسريعة لأن الأحداث تصاعدت فقط خلال مدة قصيرة. يعني ما سر وقوف دولة الاحتلال مع أوكرانيا إلى هذا الحد؟ يعني في هناك حالة من التضامن، هناك استقبال، هناك ترحيب يعني للأوكران، رغم أن هناك يعني أزمات أيضا حدثت في بلدان أخرى، ما سر هذا التقارب؟ يعني سياسيا الحكومة الإسرائيلية تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، لا تريد إظهار تضامن كبير ليصل إلى مرحلة الدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وفي الوقت نفسه لا تريد إظهار نفسها كعدو لروسيا إرضاء للغرب، هي تريد الحفاظ على العلاقات مع الطرفين، لا تريد أن تدخل في مواجهة مع روسيا بسبب وجود روسيا مثلا العسكري في سوريا والتنسيق الأمني بينها وبين روسيا أو القوات الروسية في سوريا والجيش الإسرائيلي، خاصة في الضربات التي يوجهها إلى مواقع عسكرية سورية أو لمنظمات تقول إسرائيل إنها موالية لإيران في الأراضي السورية وفي لبنان أحيانا. إسرائيل تريد هذا التنسيق أن يستمر، لذلك تحاول إمساك العصا من المنتصف، ووجدت في طرح نفسها كوسيط بين الطرفين ربما مفرا من اضطرارها إلى الإعلان عن موقف صريح هي تقف مع من؟ مع روسيا ضد أوكرانيا والغرب، أم مع الغرب وأوكرانيا ضد روسيا؟ هذه السياسة إذا استمرت الأزمة قد تضغط أو تجبر إسرائيل في النهاية إلى إعلان موقف سيغضب أحد الطرفين. شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي السيد خلدون البرغوثي، شكرا جزيلا. قالت لجنة مخابز بيت لحم إنها قررت رفع سعر كيلو الخبز إلى 5 شواكل منذ يوم الأربعاء بسبب عدم التزام العديد من تجار الطحين بما أقرته الحكومة بشأن خفض الأسعار. ووجهت اللجنة رسالة إلى الغرفة التجارية عزت فيها قرارها إلى الارتفاعات المتسارعة على سعر
شوال الطحين، والذي أقرته وزارة الاقتصاد ب 150 شيكلا لكيس الطحين من وزن 60 كيلو، لافتة إلى عدم التزام التجار والمطاحن بذلك منذ صدوره وتصديقه من رئيس الوزراء. قالت اللجنة أن الارتفاع الذي أعلنت عنه سيبقى إلى حين التزام المطاحن والتجار بالأسعار المثبتة أو المثبتة من قبل وزارة الاقتصاد المذكورة أعلاه، مناشدة جميع الجهات بالوقوف عند مسؤولياتها ومعاملة أصحاب المخابز كمتضررين وليس كمستغلين وجشعين، وفقا لما قالت. أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة تسجيل حالتي وفاة واحدة تسجيل حالتي وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 542 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل حالتي وفاة ليرتفع العدد إلى 1974 حالة وفاة منذ بداية الجائحة. أشارت الصحة إلى تعافي 250 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 245,574 حالة. طبعا هذا في قطاع غزة، ومن قطاع غزة إلى القدس، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا لشروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه. شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلفة، طالت أبرزها رئيس قائمة البير تجمعنا إسلام الطويل الذي ينافس على رئاسة البلدية، كما طالت الأسير المحرر عماد أبو عواد. اعتقلت قوات الاحتلال أيضا مجموعة من طلبة جامعة بير زيت، عرف منهم نادر عويضات وحمزة زلوم ومحمد قاسم ويحيى القروط. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحة واعتقلت القيادي في حركة حماس شاكر عمارة والأسير المحرر نائل أبو العسل وعمر أبو جنادي. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال معاذ أبو طربوش من مخيم العزة وإبراهيم أبو سرور من مخيم عايدة. أما في جنين فاعتقلت قوات الاحتلال مهدي زكرنا ورامي ياسين. وإلى مجموعة من الأخبار العربية والدولية لهذا اليوم. أفاد الكرملين بأن من وصفهم بالمتطرفين الأوكرانيين لا يسمحون للسكان بمغادرة المدن المحاصرة. ونفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن عدم وجود ممرات إنسانية، قائلا إن كل الادعاءات بتطويق المدن وعدم السماح للمدنيين بالخروج كذب. قال أيضا لقد فتحنا ممرات إنسانية لخروج السكان من المدن الأوكرانية إلا أن القوميين لا يسمحون لهم بالخروج. وتابع أن المتطرفين يستخدم المتطرفون أي توقف للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لإعادة جمع صفوفهم ومواصلة الهجمات على الجيش الروسي. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن
صواريخ كروز عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت مركز تدريب المرتزقة الأجانب وتشكيلات القومية الأوكرانية وفقا لما وصفتهم في منطقة ريفنو، مضيفة أن أكثر من 80 من المرتزقة والقوميين قتلوا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير مستودع ذخيرة ومقر عمليات قرب قرية سيليتس بصواريخ كروز، وأضاف أن طيران روسي قام خلال الليلة الماضية بإصابة 44 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها 4 نقط لقيادة أو نقط قيادة وراجمتان للصواريخ و6 منظومات صواريخ بوك M1 و3 مدافع ميستا بي و4 مستودعات لذخائر المدفعية والصواريخ و23 مكانا لتكديس المعدات العسكرية. في اليونان عقد المؤتمر الطبي للصحة العامة بالتعاون مع جمعية سكور، وهي جمعية علمية دولية للخبراء المستقلين في مكافحة التدخين والحد من الضرر، والتي تستهدف فتح حوار بناء للمساعدة في التوصل إلى نهج جديد لسياسات مكافحة التدخين حول العالم. وقدم مجموعة من الأطباء المشاركين توصيات جاءت ضمن جلسة النقاش العلمية التي كانت بعنوان نظرة جديدة للصحة العامة، وتم بثها على الموقع الرسمي للجمعية. أكد الدكتور ديمتري ريختر زميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب بمستشفى يورو كلينيك في أثينا أن المملكة المتحدة تتبع نهجا جديدا يقوم على فكرة الحد من الضرر، وذلك ضمن استراتيجية تستخدم الطب والسياسة الاجتماعية لتقليل الأضرار التي تلحق بالأفراد أو المجتمع نتيجة بعض السلوكيات أو الممارسات الخطرة التي لا يمكن تجنبها أو منعها تماما. ومثال ذلك اليابان، حيث أصبح عدد المدخنين أقل بعد أن كان بلدا ذو معدل تدخين مرتفع جدا، وذلك نتيجة ازدياد منتجات التبغ الجديدة في الأسواق هناك. يعني هذه كانت أبرز الأخبار العربية والدولية لهذا اليوم. نذكركم بعناوين نشرتنا وجولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم. لجنة الانتخابات تدين ممارسات الاحتلال واعتقال مرشحين. مئات المهاجرين اليهود الجدد يصلون دولة الاحتلال من أوكرانيا. مخابز بيت لحم تقرر رفع كيلو الخبز 5 شواكل بسبب عدم التزام التجار الطحين بالسعر المقر من الحكومة. وفاة طفل دعسا بمحافظة خان يونس جنوبية قطاع غزة. رئيس الوزراء يقول إنه يتابع تطبيق القرارات الهادفة لدعم سلة المستهلك الغذائية. كانت هذه أبرز الأخبار، وكانت هذه جولتنا المسائية لهذا اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله بنفس التوقيت. كان معكم من الإعداد والتقديم، وهذه تحياتنا لكم، لؤي وزوز من الإعداد والتقديم، ومن الهندسة عبد الله الخطيب، ومن الإخراج أمجد العربيد. إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار.
مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. زيتوني وعلى كتفي نعشي وأنا